السلام عليكم حبايبي، كثير منكم طلبوا مني طريقة عمل الدقوس اللي نقدمه ويا السمك، فحبيت أقدم لكم إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي قليل من الزيت النباتي، وأضفت له واحد حبة بصل متوسطة الحجم مثرومة، وقلبته إلى أن شوية ذبل وصار لونه قليل ذهبي، وأضفت له 2 إلى 3 سن ثوم حسب حجم الثوم أو حسب رغبتكم. ضفته هنا وحمسته بسرعة، يعني مو وقت طويل. وعندي هنا أنا ثار ما فلفل أخضر حار أو أحمر حار حسب رغبتكم، أو ممكن تضيفون حلو بارد يعني حسب المتوفر عندكم أو حسب رغبتكم. هو شوية دقوس يصير بيه حرارة كلش طيبة، تفيد يعني الناس اللي يحبون الحرارة. هاي الصلصة تتقدم إلى جانب السمك، طعمها كلش طيب بدل المرقة يعني، أو إذا نسوي تمن أحمر ممكن نقدمها ويا التمن الأبيض. هنا ضفت 1 ملعقة أكل معجون الطماطة، يعني شوية كبيرة الملعقة، تقدرون تضيفون 2 ملعقة أكل. وأيضا قلبت بها الصورة إلى أن تبينت الريحة طيبة مالت المعجون، يعني انحمس. وضفت له 3 حبة طماطة مثرومة حمستها وذبلت، وضفت هنا 1/2 ملعقة شاي كمون، و1 ملعقة شاي بهار مشكل، و1 ملعقة شاي نوم بصرة مطحون. هنا عندي أنا لونه أسود، أحسن إذا تستعملون الأشقر لونه، يعني شوية لأن اللون يصير طوخ إذا أسود، بس أنا عندي هذا متوفر ضفته. وهنا عندي ملح، ضفت ملح 2 ملعقة شاي حسب رغبتكم أو تذوقوه، وضفت له مي وتركته إلى أن ينطبخ وصار لين يعني كله استوى. هنا شوفوا بدأ يثخن، وتركته إلى أن هفتت شوية الحرارة. هنا خليته بهاي الكاسة وراح أخلطه بالخلاط اليدوي ويصير ناعم، هي صير كريمية. الدقوس أنا أسوي كريمي يعني بحيث تختفي كل هاي المواد، ما تبينت الخلط زين. خلطته بهالصورة وراح أقدمه. عندي أنا سمك قسم أنا يعني أشوي مرات على الفحم أو أشوي بالفرن، أطبخ تمن يعني رز أبيض، وخليته هنا على التمن هنا مبين عندكم ويا السمك، وقدمته. وهذا شكله النهائي، جربوا إن شاء الله يعجبكم، وألف عافية. ولا تنسون تسووا لايك للفيديو إذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.